جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة واستعرض عاهل البلاد المفدى حفظه الله مع سلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال الاتصال علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة على مختلف الصعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على على البشرية داعيا جلالته الله العلي القدير ان يرفع شر هذه الجائحة ويقي العالم اجمع من الاوبئة والاسقام كما تمنى جلالته حفظه الله لجلالة سلطان عمان موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من التقدم والرقي والازدهار